ممتازة. يحيى الملام يعلن عنها وعمر وضعها، عمر سجلها، عمر تقدم لأصحاب السعادة. نعم السعادة مستمرة لأصحابها، السعادة مستمرة لأصحابها، والوحدة يبحث عن تجنب الخسارة في هذا الموسم للمرة الخامسة. عمر خريبين يسجل هدف رقم 12، عمر خريبين اللي سجل 11 هدف، هذا هدف رقم 12، يصارع على لقب الهداف ويقود الوحدة للتقدم الآن من نقطة الجزاء. واحد رشيد، الوحدة يسجل أولا، الوحدة يتقدم أولا، والوحدة يبحث عن المحاولة. وصلت هذه بالخلف لآلان، لعب الكرة رائعة، تمريرة فاكوندو، يا عيني يا فاكوندو، يا عيني يا فاكوندو، دانييل سجل الثاني، لكن عينك على التمريرة، عينك على التمريرة، الأرجنتيني يسجل ثانيا وأصحاب السعادة يتفوقون مرة أخرى. رابع أهداف فاكوندو، استلام جميل وإنهاء رائع وثنائية وحدوية تؤكد التفوق بالرغم من تألق حارس المرمى. شوف التمريرة، شوف التمريرة، شوف التمريرة الحريرية اللي وصلت لفاكوندو والاستلام من فاكوندو، لكن آلان 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 ماركيز رائع يا آلان، رائع يا آلان، وسط الملعب عندك آلان ماركيز وأحمد نور الله، لاعبين لا يكتفون فقط بافتكاك الكرات بل بتقديم المساعدة الهجومية الرائعة. الآن دعنا لعب آلان ماركيز اللي يحتفل بتتويجه لجائزة الأفضل في الشهر الماضي بهذه الصناعة، بهذه التمريرة، بهذه النقلة الجميلة لهذا الأرجنتيني. بالرأس أيضا تبعد، تعود مرة أخرى لسولجمانوف، يا سلام يا سلام على هدف سولجمانوف، يسجل سبع أهداف، وسولجمانوف يسجل في اللقطة الماضية، واللاعب اللي يسجل الآن فرحة أخرى، فرحة أخرى، المقدوني يسجل سبع أهداف مع نادي بني ياسر، لكن قد يكون أجملها، قد يكون أروعها، سولجمانوف سددها في زاوية مستحيلة على حارس المرمى، نعم مستحيلة على حارس المرمى. بني ياس دائما ما يؤكد تفوقه في شوط المباراة الثاني، بني ياس يختلف عن بني ياس في شوط المباراة الثاني. السماوي لعبته في هذا الموسم 45 دقيقة أخرى، سجل من نقطة الجزاء عمر، والثالث عمر، وضعها عمر، سجلها عمر، ثلاثية عمر خريبين من أجل صدارة الهدافين، عمر خريبين من أجل صدارة الهدافين ومن أجل الانتصار وتجنب الهزيمة للمرة السادسة في هذا الموسم. لأول مرة عمر خريبين يسجل الهدف رقم 13، يتصدر الهدافين في هذا الموسم هنا ركل جزاء التي تحصل عليها سمعة إسماعيل مطر في سن 41، وصل إلى هذا السن رسميا الآن، ونحن نصل إلى بداية السبعة من أبريل اليوم اللي